مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي وانت اللي اسسته. والفيلم المهرجان هذا باش يصير من نهار 4 لنهار 6 فيفري 2020 بمدينه الثقافه بقاعه طاهر شريعه طاهر شريعه مع مرتين تاع العشيه. خلينا نحكي عليك شويه. وسي كمال عويج متخصص في الاوديو فيزيوال معناها اعلامي توا لمده 12 سنه وزاد عملت اخراج واخرجت شريط سينمائي قصير اسمه فيسبوك. اليوم معناها عملت انت خلقت مهرجان والمهرجان هذايا قاعد عايش الدوره الخامسه بفضل امكانياتك الخاصه ومجهوداتك الخاصه. تحكي لنا. شكرا للاستضافه. الحكايه مهرجان بديت الحكايه بديت في 2019. اي كيفاش جات الحكايه؟ حضرت في حضرت في الفستيفال، حضرت في الون مان شو في قاعه خاصه فضاء خاص. تقابلت مديره الفضاء، قلت علاش ليه ما نعملوش مهرجان خاص بالافلام القصيره. مع العلم ميرا انه المهرجان هذا اول مهرجان تونسي بالكوميتراج. معناتها كيما تعرف فما شاسيسي فما فيفا الى غير ذلك. بتونس ما فماش مهرجان خاص بور لي كور ميتراج. معناتها هو بور لي كور ميتراج اكاهو معناها بور لي كور ميتراج. معناتها هو في صنف معناتها بين كور ميتراج فيكسيون كور ميتراج مدارس و لي دوكيومونتير. حبينا نشجعوا لي ريليساتور مدارس والمدارس كل جاي لي جون اذا كان عندهم انتاجات كل جاي علاش لي يتعداو في المهرجان تاعنا احنا. بدا 2016 هو الحكي. حكيت مع المديره في اكتوبر 2016 ومن ديسمبر 2016 بديت المهرجان معناتها شهرين. سي كمال عويج معناها احنا حكينا كله نعرفوا انك انت معناها تعرضت معنى شو نقولوها معناها وقت الولاده صار لك مشكل هكا ولا لا؟ الحاجه هذه تثبت لك في اعاقه اللي هي ما خلتكش معناها ما وقفتكش خلتك ديما تقدم وكل. اليوم نعتبره تبارك الله معناها نبداو نسمعوا ونقولوا حد معناها انسان يخلق مهرجان كامل والمهرجان هذا يعيش في دورته الخامسه. هل المشكله الصحيه هذه ولا هالاعاقه كانت سبب معناها انك ما تقدمش كيما تحب ولا بالعكس معناها كانت نقطة قوة في حياتك؟ هي الناس نقولوا نقطة قوة. نقطة قوة. على خاطر هي تحديد الصعوبات والحمد لله التحية هي مناسبة الحمد لله التحية عائلتي اللي هما وقفوا معنا من صغر من ولادة حتى لتوا على خاطر تبارك الله معناتها نجم نولي مشيت نقرا مشيت نعمل ديفورماسيون مشيت كيما بين قوسين معناتها حتى من توا الناس يقولوا انا اعلامي عندي تبارك الله 12 سنين في الدومين ميديا ونواكب في المهرجانات معناتها في كارتاج وقتها بيريود سكوندير. من غاديك تواصلت مع إدارة المهرجان مثلا إدارة مهرجان كارتاج. قلت علاش ليه من خلال سكونتير نمشي نعمل نواكب فيستيفال كصحفي معناتها فهمتني. خذيت إجابة معناتها فيزا كانوا عائلتي قالوا يخافوا يقولوا كمان على خاطر يحبوا هما المهرجان قرطاج يحبوا صحفيين معناتها فهمتني. انا ما زلت نقرا في سكونتير ولا في البيريود سكونتير والبيريود الباك على خاطر كان عندي اذاعه على الانترنت عملت ويب راديو سوخ انترنت ومن غاديك ويب راديو عملت نمشي نواكب معناتها نحب نولي طموحي نحب نولي اعلامي صحفي تلفزيون وغاديو. الحمد لله هاك وليت معناها اعلامي وليت مؤسس مهرجان كامل يعني هو مهرجان دولي. اليوم المهرجان هذا فيه 21 فيلم قصير باش يجيو مخرجين من المغرب العربي باش يجيو مخرجين من مصر. كيفاش اتصلت بيهم يعني كيفاش واجهت كيفاش كان التجاوب نتاعهم هما؟ كيفاش كانت الحكايه؟ كنت عملنا معناتها ابيلا كونديتاتور على الانترنت على الفيسبوك السوشيال ميديا وكل شيء.
من خديك من خديك فما الناس يبعثوا لنا معناتها مش نتكلم مثلا من مصر من تونس من الجزائر من المغرب لا عملنا ابيل كونتيتادور من خديك ابيل كونتيتادور يوصلنا افلام وصلنا السنه اكثر من 150 فيلم مشارك من دول العالم معناتها فهمتني رحنا تو بالمومون في الدوره هذه الدوره الخامسه عندنا فقط 21 فيلم كان بروجرامي 51 فيلم كوميتراج من دول العالم لكن عندنا صعوبات على خاطر عملنا ضيوف مش يكونوا ضيوف المغرب العربي الصعوبات هذه معناتها ما عندناش نقولوا ما عنديش امكانيات مثلا من مصر ولا من لبنان باش يجيو لتونس الى غير ذلك معناتها امكانيات اجرائيه خاصه معناتها باش يسكنوهم الناس باش هذا هما على خاطر باسكو على خاطر احنا الفستيفال تاعنا معناتها بالعراقيل تاعنا وبالصعوبات تاعنا احنا معناتها سي معناتها انا من 8 سنين حتى توا ما فهميش ما فهميش دعم وكل شيء معناتها من توا كل شيء كنت صعيبه توا في المومون على تقنيه 5 اديسيون وفرحت برشا اللي المشاركين من المغرب العربي عجبتهم الفكره وجيو اون بري سون شارج لهم هما معناتها مش بس بس مهرجان وحدهم معناتها مش بس مهرجان معناتها تفهمنا الامور وكل شيء قالوا لي اوكي هالغدا يحبوا المهرجان هالغدا المهرجان تبارك الله هو ناجح من تونس ومن برا من برا احسن من تونس معناتها نقول لك حاجه مثلا باغ اكزومبل عم نهول فما رياليزاتور تونسي شارك في الفستيفال قال لي انا الشهر اللي فات كنت في المغرب برشا ناس يحكيوا لي على البانوراما سيكوا بانوراما معناتها فرحت برشا معناتها الاترونجي معناتها الناس من برا بداوا يشاركوا كل شيء معناتها يعرفوا ايمن انت نفسك كمان عايز اسالك سؤال بس بسيط جدا انت نفسك في الفتره اللي جايه بعد المهرجان ده ما يتشهر ان شاء الله ويتشهر اكتر واكتر انت نفسك تبقى اعلامي في التلفزيون نفسك تبقى اعلامي في الراديو نفسك تبقى ايه هو 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 اصل انا اعلامي مغروم بالاعلام تلفزه ومغروم بالاعلام اذاعي ومغروم بالكتابه نكتب مقالات صحفيه عملت كتبت تسختيك في المواقع اللبنانية على الترانشي وكل شيء معناتها الحمد لله معناتها وعملت فورماسيون تقرير اخباري معناتها كيفاش مثلا مراسل التلفزي كيفاش يعمل تقارير اخباريه معناتها عملت فورماسيون وكل شيء تعلمت فيه على خاطر الصحافه التعيين بالنسبه للتعيين هذه كلام الاول معناتها فهمني وبعد هذاك من خلال هذاك من خلال توا برومومون على الفستيفال تعيينه تعلمت فيه معناتها برشا حاجات يا سيدي نورتنا وشرفتنا كل حقيقة تحب تقولي حبيت نقول ان شاء الله فما كيما قاعدين نشوفوا البري شافوه نعاودوا نوريهولكم البري فما علاش التحكيم باش نشاركوا معنا عبناو الكادو معنا مبروك المنتجه والمخرجه والصحفيه مبروك كثير المخرجه التونسيه سلمى بكار نوجه لها التحيه والمخرج التونسي هيف بن يوسف والناقد الجزائري جمال محمدي وسني عندنا مبروك كثير على التوسيم فوا وفاطمه بن سعيدين معناتها فهمتي شو حبيت حمدنا دوشة بشكر اللي حمدنا دوشة بشكر المكتبة السينمائية التونسية سينماتيك اللي عملونا برشا اللي دخلنا فرصة باش نعملوا في المدينة الثقافة حمدنا دوشة بشكر بجمعية الأولياء والأصدقاء المعوقين اللي عملوا بارتنريا مع سينماتيك وكل شيء نشكر مساهمين معنا في تونس وفي خارج تونس عندنا بارتنريا اون اترونجي من مصر من العراق وكل شيء والحمد لله انا تو بالمومون جو سوي فيير اتر ان دايركتور فيستيفال ونخدم كل شيء وحدي كوميونيكاسيون وحدي كل شيء وحدك وحنا فخورين ياسر 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 فيك ضيفنا اليوم هو الاعلامي والمخرج ومدير مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي سي كمال عويج شرفتنا ونورتنا مرحبا بيك ونتمنوا لك النجاح نفكركم انه المهرجان هذا باش يصير من نهار 4-6 فيفري بمدينه الثقافه غدوه بعد غدوتين والدخول سيكون دخول مجانا ابارتيغ من مول 3
حتى الخمسة ونص دخول مجاني ومحبي الجميع. فما فانتيان فيلم من مختلف على خاطر فما فانتيان فيلم انيماسيون فيكسيون دوكيومونتير وسيد فيلم مدارس. هذوك هما نقول ميرسي ميرسي لغير السادور اللي جاوا بعدين من برا مرحبا بهم وميرسي للمزيك. يا عايشك يا عايشك. هلا نخليكم مع الاخبار وسبور اكسبريس ونرجعوا.